أهلا بكم. بدأت حيثيات القضية التي سنعرضها عليكم اليوم عند تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحساسنة نداء لوجود جثة فتاة في مقتبل العمر مرمية بقرية تابعة لقطاع اختصاصهم، ويتعلق الأمر بامرأة في العقد الثاني من العمر عازبة وتعمل موظفة بالمستشفى الجواري قتلت خنقاً في ظروف غامضة. التحقيق في القضية بدأ من مسرح الجريمة حيث عثر المحققون على حقيبة الضحية والتي تحمل هويتها وصورة لشاب مجهول. فما هي وقائع هذه الجريمة؟ وما علاقة الشاب المجهول بالضحية؟ وهل تمكن المحققون من التعرف عليه؟ أم هناك وقائع أخرى في القضية؟ ألوي ولك الاحترام. في صباح يوم 12 فيفري من سنة 2022 تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحساسنة ولاية سعيدة تبليغا من قاعة العمليات يفيد بعثور أحد مستعملي الطريق على جثة فتاة ملقاة على حافة الطريق. بداية سنة 2022 تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحساسنة مكالمة هاتفية صادرة عن مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة، مفادها عثور أحد مستعملي الطريق على جثة تم التبليغ عنها عن طريق الرقم الأخضر 1055. توجه أفراد الدرك إلى عين المكان للتأكد من التبليغ أين تم العثور على الجثة. تم تشكيل دورية والتنقل إلى مسرح الجريمة بالإضافة إلى تبليغ سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي بدوره تنقل إلى مسرح الجريمة مرفوق بالطبيب الشرعي. معاينة أفراد خالية الشرطة التقنية للجثة بمسرح الجريمة كشفت أن الضحية تعرضت للخنق إضافة إلى وجود جرح عميق على مستوى الرأس. بعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة تبين أن الأمر يتعلق بضاحية من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 25 سنة. بالاستغلال الأمثل لمسرح الجريمة من طرف أفراد الشرطة العلمية والتقنية تم العثور على بعض الأدلة العلمية التي ساعدت المحققين في التحقيق. بمسرح الجريمة تم رفع حقيبة يدوية بها وثائق رسمية تثبت هوية الضحية. وبنفس الحقيبة عثر أفراد الدرك الوطني على صورة شمسية لشاب قد تعود لأقارب الضحية. تم العثور بمسرح الجريمة على حقيبة يد بها وثائق ساعدت على تحديد هوية الضحية. باشر المحققون التحقيق في الجريمة بعد التأكد من أن الضحية توفيت خنقاً، حيث تم استدعاء جميع الأطراف الذين لهم علاقة بالفتاة المقتولة. تم استغلال وثائق الهوية مع استدعاء جميع الأطراف الذين لهم علاقة بالضحية. سمعت بالقضية على القتل مختارية؟ واسمعت بها شيف. وش العلاقة اللي تربطك بها؟ العلاقة اللي تربطني بها هي نسيبتي خط الزوجة تاعي. تقدم زوج أخت الضحية إلى مقر الفرقة للاستفسار عن وقائع الجريمة حيث تم الاستماع لأقواله. رانا مع التحقيق وهذه راهي من العائلة تاعكم، كاش تفيدنا في التحقيق؟ ما عندي حتى جديد. وش آخر اتصال بينك وبينها؟
اتصال بيني وبينها قليل، ما نتصلش بها انا. هي بزاف تتصل مع اختها. وكاش خلافات خارج العائله؟ خلافات هي مع اي واحد؟ ما عندهاش هي خلاف، شاف انا ما على باليش. هي مرات تخدم في السبيطار، ما عندهاش مشاكل، هذا اللي نعرفوا عليها، ورانا مخلوعين من الموت تاعها. اكد هذا الاخير ان علاقته مع اهل زوجته محدوده، وبان تواصله مع الضحيه قليل، مبديا استغرابه من عمليه قتل شقيقه زوجته. كاش ما يكون راني بلغك، ما عندنا حتى معلومه، شاف كاش ما يكون راني بلغك. بعدها تم اتخاذ جميع الاجراءات التي مكنت من الحصول على ادله علميه ساعدت من اكتشاف الجاني. مادام رانا فاتحين تحقيق في القضيه، وباذن الله راح نوصلوا لمرتكب الجريمه. ربي يعاونكم، ربي يعاونكم. راني محروقه، راني محروقه، كيفاش ما نتقلقش كبدتي؟ راني محروقه، رانا هنا. حرقوني حرقوني، مانيش مامنه، بنتي راحت بين يديا، مانيش مامنه. حضارات احسن عوني، كبدتي محروقه. حرقوني واش يسالوني، واش يسالوني؟ كيما حرقوني ربي يحرقهم، كيما حرقوني ربي يحرقهم، كيما حرقوني ربي يحرقهم. علاش وعلاش؟ لجمع اكبر قدر من المعلومات التي تخص الضحيه، تم السماع الى والدتها، والتي صرحت ان ابنتها تعمل كممرضه بالمستشفى الجواري، وبانها خرجت صبيحه يوم الحادثه متوجهه الى عملها كعادتها. ما عندها حتى خلافات، بالعكس كاع جوارين يبغوها، كاع يموتوا عليها. ما عندها حتى خلافات بنتي. وين تخدم مدام؟ خدامه في السبيطار في الرمليه. تسمى الجاربه راحت عادي؟ راحت عادي كما العاده. اكدت الوالده بان تصرفات ابنتها كانت عاديه وليس لها اي خلافات مسبقه. مدام شخصيك تفضل. صاحب الصورة هذه تعرفي؟ هذا اي نعرفه، هذا الحسين. حسين؟ اي الحسين جارنا هذا. قام قائد الكتيبة بعرض الصور التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة على أم الضحية، حيث تعرفت على الشاب الذي في الصورة، ويتعلق الأمر بالجار حسين. بعد الحصول على القدر الكافي من المعلومات، قمنا باستدعاء أهل الضحية، أين تم عرض صورة شمسية تم العثور عليها بحقيبة يد الضحية، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الأول. وين يخدم مدام؟ يخدم عساس، عساس في الجاردة. إيه هذا جارنا، ديجا غير البارح كان يحوس معانا. كان يحوس معاكم؟ إيه كان يحوس معانا. إيه توجو هذاك مول الكاسكيطة، هذاك هو جارنا. بعد تحري المحققين، تبين أن الضحية تعمل بالمؤسسة الاستشفائية بالحساسنة. على إثرها قمنا بتقديم طلب يد المساعدة إلى مدير المؤسسة الاستشفائية لموافاتنا بتسجيلات كاميرات المراقبة بتاريخ الواقعة. استكمالاً للتحقيق، توجه أحد أفراد الفرقة إلى مقر المستشفى الذي تعمل به الضحية لطلب استغلال كاميرات المراقبة من أجل تتبع خطوات الضحية يوم الحادثة. راك سمعت بقضية جريمة القتل اللي تعرضت لها الزميلة تاعكم اللي تعمل هنا بالمؤسسة؟ سمعنا بها اليوم، كوليك تاعنا مسكينة ربي يرحمها. كاش جديد؟ رانا مع التحقيق. تسخيرها من أجل استغلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمؤسسة. مكاش مشكل حضرات، رانا هنا في الخدمة. أي جديد من فضلك بلغنا. دكتور شيف، ربي يعاونكم. بمقر الفرقة، وصل المحققون استجواب أهل الضحية للحصول على معطيات قد تفيد التحقيق. مهم مدام، أي معلومة ما تبخلوناش بها. الله يعاونكم، ربي يقدركم. الدم تاع مختارية ما يرحش هكذا. والله غير ربي يعاونكم، والله غير يحرقوني. مرتكب الجريمة. حرقوني على الكبدة، ربي يحرقهم، حرقوني حرقوني. ربي معاك. مساء الخير شاف، معك مدير المستشفى. فيما يخص التسجيلات اللي طلبتها اليوم راهم واجدين، ماذا بك تبعث عناصر من عندك باش يستلموها؟ راني في الانتظار. وبعد لحظات من تقديم التسخيرة لإدارة المستشفى، تلقى قائد الكتيبة اتصالا هاتفيا.
داكور شوف ارسل الافراد تاعنا يسلموا على مدير مؤسسه التسجيلات مباشره بعد الالتحاق تاعك بالوحده. روح لي المكتب. داكور. في بدء الامر حامت شكوك المحققين حول جار الضحيه المدعو حسين ان تم توقيفه واقتياده الى مقر الفرقه لاستكمال التحقيق. المعلومات المتحصل عليها خلال التحقيق والدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة جعلت المحققين يوجهون أصابع الاتهام إلى جار الضحية المدعو حسين، فتقرر توقيفه للتحقيق معه. على الفور تم توقيف المشتبه فيه الأول لغرض التحقيق معه. قول لي انت واش العلاقة تاعك مع الضحية؟ والله يا شيف ما بيني بينها والو، هذيك اختي وجارتي ما بيناتنا غير الخير. بصح انا قالوا لنا باللي راه عندك علاقة بها وراك كل يوم تجي تحوس عليها. والله يا شيف ما عندي بيني بينها والو، انا الشركة ديفو تسحقاني تح اون بون، لا تبغي تشي عفسه ولا كتعيط لي، هذيك اختي وجارتي. عند الاستماع لاول مشتبه فيه نفى التهم المنسوبة اليه. على بالك باللي صابوها مقتولة؟ على بالي يا شيف، على بالي. وعلى بالك باللي رانا شفنا التصويرة تاعك في الساك تاعها؟ التصويرة تاعي؟ ايه التصويرة تاعي، انا اللي مديتها لها شيف. واحد النهار قالت لي اني راح التكوين المهني، قلت لها ماذا بيك لو كانت تحط لي واحد الدوسي معاك، اعطيتها لافوطو بعد لحقتها لهذا مكان. أضاف حسين أن الصورة التي كانت بحقيبة الضحية تعود إليه وبأنه قدمها لجارته لاستكمال الملف الإداري الخاص بالتكوين المهني. اسمع اهدر الصح ما تبقاش درك. والله كيما راني نقول لك يا شيف، والله ما درت لها حاجة، أنا خاطيني يا شيف. راك عندك علاقة بالقتل تاعها؟ أنا شيف يا شيف، والله ما درت حاجة، أنا شيل أختي جارتي، والله ما بيني بينها غير الخير. داك نشوفوا في القضية تاعك، داك نشوفوا. احترامتنا حضرت. تفضل مساعد. حضرت رانا تحصلنا على التسجيلات خاصة بكاميرات المراقبة خاصة بالمؤسسة الاستشفائية. بعد استغلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى تبين أن المشتبه فيه الأول مبدئيا لا علاقة له بالجرم المرتكب. قام المحققان بالتمعن في مشاهدة تسجيلات حيث تبين أن الضحية خرجت من مقر عملها يوم الجريمة في منتصف النهار مع أحد الأشخاص والذي يحمل نفس مواصفات الشاب الذي بالصورة. مساعد. نعم حضرتك. المشتبه فيه اللي رانا موقفينه من المحتمل جدا أنه لا علاقة له بالجريمة. بلي هذه حضرتك. السيد اللي شفناه في التسجيلات راه يكون زوج اختها. نورمالمون هذه هي حضرات. هذا اللي استدعيناه في التحقيق. استدعيناه في الاولى. اول وهله. اول وهله. بعد الاستماع لتصريحات الموقوف والتمعن في تسجيلات كاميرات المراقبه اتضح انه ليس الشخص الذي رافقته الضحيه يوم ارتكاب الجريمه. وسعد. نعم حضرات. حضر طلب اذن بالتفتيش. وجه السيد وكيل جمهوري مختص اقليميين. نعم. مباشرة تحضير دورية لتوقيف المعني. مفهوم حضرتك. تفضل. بعد ساعات من البحث والتحري كشفت التحقيقات أن سهر الضحية هو آخر شخص تواصل معها يوم الجريمة، فتم توقيفه للتحقيق معه. مواصلة للتحقيق تم توقيف المشتبه فيه الذي رافق الضحية يوم ارتكاب الجريمة، حيث يتعلق الأمر بزوج أختها. تصريحات أول موقوف غيرت مجرى التحقيق ووجهت أصابع الاتهام إلى زوج أخت الضحية،
بعدما تأكد المحققون أنه الشخص الذي رافق الضحية يوم الحادثة. فما الذي وقع وما هي دوافع القتل؟ وهل زوج الأخت هو فعلاً الجاني أم هناك أطراف أخرى؟ عامر، وش علاقتك مع مختارية؟ العلاقة تاعي بها هي نسيبتي، خوت المرأة تاعي. عند اصطحاب الموقوف إلى مقر الفرقة تبين أنه نفس الشخص الذي رافق الضحية من مقر عملها، فتم الاستماع إلى أقواله. رقم الهاتف تاعها عندك؟ رقم الهاتف تاعها عندي. وكتا كان آخر اتصال معك؟ آخر اتصال بها يعني في 3 أيام من اللي عيط له. متأكد؟ نعم أنا متأكد. وش بر الاتصال تاعك معاه في الليلة اللي سبق الجريمة؟ كنت بين سقسيها على نسيبتي، كانت مريضة، عيطت لها باش نسقسي عليها. ما درتش معاها موعد ولا؟ لا ما درتش معاها موعد. راك متأكد؟ متأكد. أنكر هذا الأخير التهم التي وجهت إليه بخصوص مقتل شقيقة زوجته، مبديا استغرابه من الطريقة التي قتلت بها. قولي لي، العلاقة مع أختك كانت مليحة؟ مليحة، أنا وياها متفاهمين. والزوج تاعك كيفاش كانت العلاقة تاعها مع أختك؟ زوجتي مؤخرا ديجا داب ثانوية على جالها. في نفس الوقت تم الاستماع لتصريحات الزوجة، والتي أكدت أنها تعاني من مشاكل زوجية بسبب شكوك زوجها اتجاهها وبوجود خلاف بين زوجها وشقيقتها. كان يسقسيك بزاف على أختك؟ واه، مؤخرا كان يسقسيني بزاف، يقول لي وين راهي، عيطت لك ولا ما عيطت لكش، علاش جالها ندابزو كل يوم في الدباز، غير على واش خبر راهي تعيط لك تليفون أختك. كان يشك فيا بزاف. وعلاش كان يشك فيك؟ ما فهمتش علاش، اي وحده تعيط لي تليفون وهي كانت تعيط لي بزاف تليفون، ما كانش يبغيها تعيط لي تليفون. كي نقول لها اختي عيطت لي تليفون يقول لي دائما اختك اختك اختك.
تابع فيه بشير. تعرف عامر ولا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفوش انا. وين تسكن؟ تسكن عند لي بومبي. كيف جارك وما تعرفوش؟ اثناء السماع لاقوال المشتبه فيه بشير انكر في بدء الامر علاقته بالجريمه. انا خاطيني وخاطيه كاع شغل نعرفو غير هكا من بعيد. انما واش تبرر الاتصالات الهاتفيه اللي صبناها بينك وبينه بين عامر؟ هو في سيمانه هو يتصل بيا قال لي راه باش تدي لي نعجه عند دار نسابي. تالي جات نهار الاربعاء جات طبع ليا في الدار. خرج له خويا قال له بلي راه عيان من الخدمه دوك ينوض من الرقاد راني نقولو باش يجي عندك للدار. جا عندي خويا قال لي يا ودي عامر راه يحوس عليك راه مسحقيك. روحت عنده وقال لي فوالا كاين حاجه ندوها وجد رايح انا ويا عديتها. راه عندك علاقه بجريمه القتل كشريك راك مساهم معاه في جريمه القتل. الشاف انا مولا وليدات مقدم على ولادي حسبي الله ونعم الوكيل. اعترف بالحقيقه راه كاين دلائل ضدك. شاف انا عيط لي بالتليفون. قام المحققون بمواجهه الموقوف بتصريحات عامر والدلائل العلميه التي تدينه لينهار الاخير ويعترف للمحقق انه لم يكن على درايه بالجريمه حيث قام عامر بالتحايل عليه من اجل مساعدته للتخلص من الجثه. ومشيت لعنده هزيت انا وياه الضحيه وانا كنت شاك فيها الاولى نعجه حتى شفت متروفيزر تاني شك فيها بزاف وقلت له بلي هادي ماش نعجه هادي شغل ضحيه هذا انسان مقتول هنايا. قال لي تهضر ولا تقول حاجه ولا جبدك في هذه القضيه هذه. وعلاه ما بلغتش؟ كنت خايف على روحي الشاف خايف على روحي وعلى ولادي كش ما يصرى لهم ولا شيء. بعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء جميع الاجراءات القانونيه تم تقديم المشتبهين الى السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا. خيانة كانت أم تخيلات وهمية لزوج خطط تلصد ونفذ جريمته للانتقام من زوجته لتفك في الأخير خيوط الجريمة ويصدر حكم الإعدام للجاني وعشر سنوات حبس للشخص المشارك في الجريمة. نهاية عدد اليوم من جنايات، ترقبونا في عدد قادم. إلى اللقاء.